مشاهدينا، 50 عام مرت على ذكرى حرب أكتوبر. الحقيقة أن خلال هذه الحرب كان هناك العديد من البطولات اللي قام بها الجيش المصري، وأيضا تم عدد يعني إعداد خطة لهذه الحرب تم الوقوف عليها من خلال الجيش المصري ومن خلال طبعا قادة الجيش المصري في ذلك الوقت والرئيس السادات. لكن أيضا كان تماسك الجبهة الداخلية في مصر ليه دور كبير جدا في هذا الانتصار الذي تحقق في حرب أكتوبر، واللي استطاعت من خلاله مصر أنها تحول الانكسار والهزيمة لنصر كبير، نصر عظيم ما زلنا بنحتفل به حتى الآن، وما زال العالم كله بيتذكره وبيتكلم عنه حتى هذه اللحظة في كل مكان. وحتى يعني بعد 50 سنة ابتدت تنكشف أيضا بعض الأسرار أكثر عن هذه الحرب. طبعا الجبهة الداخلية كان يعني ميزتها في مصر انها كانت عندها طبعا الشعب المصري ليه صفات مهمة جدا، منها انه رفض الهزيمة، رفض يعترف ان هو حصل هزيمة لمصر، واعتبر ان ده شيء مش شيء يعني طبيعي ان الشعب المصري ينهزم او ينكسر. وطبعا من هنا كانت روح المقاومة وروح اللي ظهرت في حرب الاستنزاف، وبعدها طبعا جه النصر العظيم في حرب اكتوبر. هذه الحرب هنتكلم عنها، وهنتكلم عن الجبهة الداخلية المصرية في ذلك الوقت مع الدكتور علي عبد الراضي، مدرس العلوم الاجتماعية والإنسانية. برحب بحضرتك يا فندم. صباح الخير ليك. صباح الخير لكل المتابعين. صباح الخير لحضرتك. ولكن خلينا في البداية نتوقف ونعرف أكثر عن خطة الخداع الاستراتيجي اللي قامت بها مصر داخليا وخارجيا، ونبدأ الحديث على الفور. الحرب خدعة، ولأنها كانت من أقوى الحروب في التاريخ، فقد وضعت ثعلب الأسمر الرئيس أنور السادات خطة خداع استراتيجية بات لها الفضل في تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي في ملحمة أكتوبر العظيم. اعتمدت خطة العملية بدر على التمويه وتحقيق المباغتة، فلم يكن من السهل عبور خط بارليف في ظل الظروف والعوائق التي كانت على شط القناة، والتفوق الإسرائيلي في الأسلحة والمعدات والمساندة الأمريكية له، وأيضا تجمد الموقف العالمي في ظل سياسة الوفاق الدولي، فكانت المباغتة بخطة خداع هي الخيار الوحيد. بدأ الثعلب الأسمر أولى خطوات الخطة قبل نحو العام تقريبا من قرار الحرب بإنشاء إذاعة مصرية ناطقة بالعبرية موجهة لإسرائيل تبث أغاني تدعو للسلام. أشرف السادات على خطة التنسيق بين وزارات الإعلام والخارجية والدفاع لتطبيق خطة الخداع وتصدير فكرة أن مصر لا يمكنها خوض أي معارك وليس أمامها خيار آخر سوى القبول بحالة السلم. وأيضا كان من ضمنها خطة استيراد مخزون استراتيجي من القمح عن طريق قيام المخابرات العامة بتسريب معلومات تفيد بتضرر مخزون صوامع القمح وتحول الأمر لفضيحة إعلامية استوردت مصر على إثرها الكميات المطلوبة. ثم جاءت مرحلة إعداد الجبهة ونقل المعدات إلى هناك، فتم نقل ورش إصلاح إلى الخطوط الأمامية ودفع الدبابات إلى هناك في طوابير بحجة صيانتها، الأمر الذي فسرته إسرائيل على أنه تدهور حاد في حالة المدرعات المصرية، وعندما انطلقت الحرب انطلقت الدبابات لتكبد إسرائيل أكبر خسائر في تاريخها العسكري. وجاءت خدعة نقل معدات العبور والقوارب المطاطية لتتم عملية عبور 30,000 جندي في 2500 مركب مطاطي بخلاف نحو 60 كوبري لنقل المعدات الثقيلة في عملية أبهرت العدو ذاته. ثم خلق الجيش حالة استنفار كاذب لدى إسرائيل برفع درجة الاستعداد القصوى للجيش وإعلان حالة التأهب في المطارات والقواعد الجوية في الفترة من 22 إلى 25 من سبتمبر، مما يضطر إسرائيل لرفع درجة استعداد قواتها تحسبا لأي هجوم، ما كبد العدو ملايين الدولارات آنذاك. واستبعدت إسرائيل فكرة الحرب حتى جاء يوم 6 أكتوبر، وكانت المفاجأة بانطلاق الطلعة الجوية الأولى، فظنت المخابرات الإسرائيلية أنه مجرد تدريب آخر كبدهم خسائر كبيرة في قواتهم الجوية. ثم في أكتوبر عام 1973 تم فتح باب العمرة للجنود والضباط وكذا تنظيم دورات رياضية عسكرية، مما يترافى مع فكرة الاستعداد للحرب. شملت خطة التمويه والخداع كذلك نشاط الوزراء وتحركاتهم، فعندما بدأت الحرب كان وزير الاقتصاد في لندن ووزير الإعلام في ليبيا ووزير الخارجية في الولايات المتحدة، فأعطت هذه المظاهر انطباعا بأن الحياة في مصر تسير في هدوء حتى تمت المباغتة بقوة. وصباح 6 أكتوبر العاشر من رمضان الموافق عيد الغفران عند اليهود، شهد الجنود المصريون على الضفة الغربية للقناة وهم في حالة استرخاء،
وتم استخدام اللغة النوبية كنوع من الخداع والتمويه في الاتصال ونقل معلومات العدو، فلم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تتبع الرسائل على خطوط الجبهة، فكان النصر حليفا لمصر صاحبة الأرض وحافظة الأرض. الحقيقة خطة خداع استراتيجي محكمة من الجيش المصري ومن القيادة المصرية في ذلك الوقت الرئيس أنور السادات، وطبعا خلف كل هذا كان في جبهة داخلية قوية متماسكة كان ليها دور كبير جدا في هذا الانتصار. هنتعرف أكثر عن أثر أو دور الجبهة الداخلية في هذا الانتصار مع ضيفي الدكتور علي عبد الراضي مدرس العلوم الاجتماعية والإنسانية. أنا برحب بحضرتك مرة تانية، وعايز أعرف حضرتك فعلا أثر هذه الجبهة الداخلية المصرية في أنها تقف خلف جيشها وتقدر تخليه أنه يقدر يبني نفسه مرة تانية في الوقت اللي كان فيه يعني منكسر بعد حرب 67، وأنه يقدر يحقق هذا الانتصار العظيم اللي بنتحدث عنه حتى الآن بعد 50 سنة. تحياتي ليك وتحياتي لكل المتابعين. يا رب دايما أيامنا كلها انتصارات وذكرى انتصارات، في الحقيقة من أهم الانتصارات اللي بنحتفل بها كل سنة ونعيد ثقتنا في نفسنا حتى جيل ورا جيل. ده لازم ضروري جدا نعيش لحظات انتصار قوية جدا، وده هيساعدنا كمان على الصحة النفسية وهنوه عليه بعد شوية. بعد الانتكاسة على طول كان حاصل نوع من الانكسار النفسي الشديد جدا عند المجتمع، وحصل نوع من التفسخ شوية عند المجتمع، وده كمان كان واضح جدا جدا، وكان لازم يحصل لهم نوع من انواع التشوك كده او الصدمة بعد صدمة. يعني في حاجة اسمها علاج الصدمة بصدمة اخرى، فكان الصدمة دي خطاب المسؤولية، وده كان اسمه خطاب مهم جدا علشان كل واحد من افراد المجتمع يشعر بالمسؤولية. خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بعد على طول ما حصلت النكسة مباشرة، فده كان ده بنسميه احنا اللب اساسي في تحقيق النصر، هو خطاب التنحي. التنحي خطاب التنحي، فكان ده مهم جدا، خلاهم يقولوا ان احنا عندنا مسؤولية. قال انا اتحمل مسؤولية كاملة مكملة، وده نوع شعور قوي جدا بالمواطنة والمسؤولية، ان انا مسؤول عن اللي حصل ده، مش هتخلى عنكم، فاتحمل كل النتائج، وده خلاهم تمسكوا بيه. يعني ما تهربش من المسؤولية، ما تهربش من المسؤولية، وكان قد المسؤولية وابتدوا يشتغلوا، وهم كانوا قبلها كانوا شغالين. وخليني برضو انوه على حتة مهمة جدا، هو ليه حصل في الوقت ده الضربة القوية اللي حصلت لمصر قبل الانتصار اللي هي النكسة؟ ان مصر كانت على خطوات واضحة جدا وثابتة نحو الاقتصاد والتنمية. احنا بنتكلم عن تشييد السد العالي، توفير طاقة كهرباء، تغيير نظام الري والزراعة في مصر، وتوجه مصر نحو الزراعة والصناعة معا جنبا الى جنب، وبالفعل نزل منتجات قوية جدا في الفترة دي، كان حصل نوع طفرة اعمار قوية جدا. ده خلى التوجه الغربي، انت طالع من احتلال وابتدت يحصل عندك نوع من الانتعاش الاقتصادي. اعمل اسقاط بسيط جدا وربط بسيط جدا جدا، دلوقتي ممكن تكون انواع الحرب اختلفت. احنا برضو بنشوف نفس الشائعات على الجمهورية الجديدة، واحنا في ظل تشييد جمهورية جديدة قوية جدا، في ظل يعني تطور قوي جدا في بناء دولة جديدة جدا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا برضو بنعاني وبنواجه ده، وبنرصده جدا جدا في معمل العلوم الاجتماعية من خلال كثرة الشائعات وكثرة هزيمة المجتمع والنفس. الفرق ما بين الجيل ده والجيل القديم، الجيل القديم كان مصدق قوي في القادة السياسية، كان مؤمن بيهم جدا، مؤمن بان هم عندهم رؤية. يمكن التدخلات دلوقتي وتكنولوجيا نشر الإشاعات قوية جدا واختراق شوية حاصل، لكن في كتير جدا جدا من أبناء الوطن على فهم ووعي قوي جدا باللي بيحصل. لكن الفترة القديمة بقى كان ليه دور مهم جدا على كل المجتمع، سواء على الناحية التعليمية، الناحية التثقيفية، حتى الناحية التشريعية في الوقت ده، فحصل حتى كان دور قوي جدا للأمة المصرية. كان هو عندها بالنسبة لها إيمان قوي إن الانتصار جاي لا محالة، طالت المدة أو قصرت، بس الانتصار ضروري جدا وحتما. كان عندهم شواهد تاريخية بتقول ان الانتصار جاي. وممكن كمان احنا بعد خروجنا من الاحتلال وتأمين قناة السويس، وان فعلا كان في مشروعات بتتبني، واحنا كنا شركاء قويين جدا في هذه الناحية، فكنا عارفين ان الانتصار جاي. وزي ما انت قلت ونبهت، اللي هي المداهنة الاستراتيجية، انك انت تظهر خلاف ما تبطن. هو كان بيظهروا ان احنا ايه بنفكر في التنمية والنماء والتطور، وده كان برضو قلقهم بالمناسبة. والناحية التانية ان هم كانوا بنفكر ان احنا عايزين نعيش عادي حياة استقرارية، وبدينا لهم انطباع، القادة ادت انطباع ان احنا مفيش فكرة في مفيش نية للحرب،
ما فيش نية للحرب، لكن كان كل المجتمع، وده كان حلو جدا وما كناش بنخفيه، يعني المجتمع نفسه لكل ام واخ وطلاب حتى المدارس كنا دايما ننشد اناشيد النصر والحث على النصر والحث على ان احنا نجيب الانتصار. فده كان طبيعي ان المجتمع لما يحس ان هو اتخذت اهم حته في ارضه فكان لازم ده يحصل. فعشان كده حتى هم لما كانت الجبهه الاخرى في 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 الكيان الصهيوني فكان ده طبيعي بالنسبه لهم ان اي دوله محتله لازم تدافع، لازم تبرر وتفتكر دايما ان هم في حته متاخده منهم، فما كانش عندهم استنكار من الجزئيه دي. لكن كان توجه القاده السياسيه شويه ان هو ما بيكشفش هو بيعمل ايه، ما بينوهش هو بيعمل ايه. يمكن ده ذكاء قوي جدا، واحنا بنسميه الذكاء السياسي والذكاء الاجتماعي. الذكاء السياسي والذكاء الاجتماعي كان بيستمتع بيه جدا جدا الراحل الشهيد انور السادات، كان رائع جدا في هذه الجزئيه وقدر يظهر خلاف الخطة الأساسية اللي كان بيعمل بيها. حتى تناوله الموضوعات بعد كده وبعد تحقيق الانتصار كان برضو في نوع بنسميه احنا الذكاء الإداري، انه ازاي تقدر تستلم خطوة بخطوة كل ممتلكاتك وترجع كل الممتلكات بتاعتك. وده فعلا بنسميه يعني هو ليه حقية الذكاء الإداري في إدارة الحرب وإدارة السلام. ده كان خطوة ممتازة جدا جدا. نرجع للصوب الموضوع، المجتمع كان شكله عامل ازاي؟ كان شعور شويه بالانهزام والانكسار، ونفسيته فعلا كان فيها احباط شديد جدا جدا. ده شيء طبيعي. طبيعي وممتاز فعلا، شيء طبيعي. وكان لازم يوصل لكل اوجهات العالم كله، لكل منظمات العالم في الوقت الراهن ده بحسب ادواتها ووسائلها، ان فعلا المجتمع المصري يشعر بالاحباط، يشعر بالنكسه. لكن ما كناش بنخفي ان عايزين عندنا امل، لازم يكون في امل. وكان ايمانهم بالامل بتاعهم قوي جدا، وكان دايما طلاب المدارس في الفترة دي زي ما سجلت كتب علم الاجتماع وكتب التاريخ في هذه الحقبة، كان دايما يمكن كمان الجيل ده لسه عايش، يعني الجيل ده مش بعيد عننا، لسه موجودين دلوقتي وماسكين قيادات. كان دايما بيقول احنا كنا بنخرج بالمدارس كنا بنتكلم اناشيد النصر، اناشيد الحس على البطولة والحس على الفداء. وده اللي ساعد ان خلى حرب الاستنزاف تنجح، لان هم دايما هقول بنسميه في شحن اجتماعي او شحن القوة على ناحية شحن قوة كبيرة جدا اللي هي كانت في يوم النصر يوم 6 اكتوبر، تمام، وفي شحن بطارية صغيرة اللي كانت العمليات الفدائية اللي كان بيعملها الجنود البواسل ما قبل الحرب اللي هي سميناها حرب الاستنزاف. ده كان مهم جدا، هو طالع الجندي المصري من ام فعلا عامله في زي ما بنقول كده عامله تغطيه اجتماعيه ونفسيه، وعارفه ان دايما كانت بتقول له انا مش عايزه اي جندي صهيوني يعدي اي خطوط ويجي لغايه هنا. فهو كان دايما بيحط نفسه ما قبل الاسره، وده تجسيد حقيقي جدا جدا للانتماء والمواطنه. هو دايما يعني جسد فعلا ان الفرد مقابل الكل، ان انا مش مشكله عندي اضحي بنفسي واعمل عمليات خطيره جدا واخوض الريسك او اخوض المخاطره ان يروح الناحيه الثانيه ويوصل. ودايما حتى يمكن الدراما جسدت بعض من العمليات الفدائيه دي اللي في حرب الاستنزاف، وهي قويه جدا قويه جدا جدا ولا تقل اهميه ولا تقل، لان هي بنسميها الخطوات المؤديه للنصر. كان دايما بنقول ان في بصص امل، لولا حرب الاستنزاف والخطوات اللي حصلت فيها والتكتيكيات اللي كانت بتعامل بيها حرب الاستنزاف كان ممكن يحصل تهبيط شديد جدا جدا للقادة والقوات المسلحة. لكن هم كان ده مهم جدا يدي فرصة، وكان كل مرة بنضرب فيها ضربة للعدو الصهيوني في هذه الفترة كان فعلا ده بيرجع بالإيجابية النفسية لدى المجتمع، الجبهة الداخلية زي ما حضرتك ذكرت، وكمان القادة السياسيين، وكمان منظومة دراسة الحرب. كانت خطوات اساسيه في دراسه الحرب ان احنا نشوف في الحرب الاستنزافيه ايه نقاط القوه بتاعتنا ونقاط الضعف بتاعتهم، ونختبر دايما في حاجه بنسميها دايما في المعامل دايما اسمها هي اداه اختبار او 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 دراسه افتراضيه او ما قبل الدراسه بنسميها الدراسه الاوليه او تجريبيه. فكانت حرب الاستنزاف دي هي عباره عن دراسات تجريبيه مصغره بنشوف فيها مدى قوتنا احنا. وكنا بنحسب دايما دايما القاده السياسيه، ويمكن حبايبنا واصحابنا في كليه القاده والاركان بيقول لك فعلا دراسه الموقف في هذه الحرب الاستنزاف كنا بنعرف احنا كنا بنزعل على كل حد بنفتقده، هو شهيد ونعتز ونفتخر بيه، بس ما كانش الافضل ان احنا نفتقده.
احنا كنا عايزينه معانا علشان ندرس المكونات كلها، وده اللي خلى عدد الخسائر. احنا كان راح مننا شهادات كتيره جدا وضحينا كتيره جدا جدا، بس هو برضه احنا كنا دارسين، كان متوقع في الدراسه الاجتماعيه اللي بنسميها الاثار الناتجه عن الحرب ان عدد الشهداء كان هيكون اكتر من كده، ولكن فعلا يعني عنايه الله في الفتره دي كانت فعلا فائقه، ان فعلا جندي مصر يقدر يوصل لخطوط ما ابعد ما توقعناها في الجبهة الشرقية. طب ونزول الشعب المصري زي ما قلنا في يوم 9 يونيو بعد 4 أيام فقط من الانكسار اللي حصل في 5 يونيو، كان نازل بيطالب الشعب المصري بعد 4 أيام من النكسة بالنصر وبالحرب، وبيطالب بان احنا نستعد ان احنا نحارب. هذا التماسك للشعب المصري رغم هذه او هذا الانكسار الكبير اللي حصل في 67، كيف اثر في القادة السياسية واثر في قوات المسلحة انها تكون حتى الهدف قدامها بانها لازم تحقق النصر في اسرع وقت ممكن؟ روح من نسيج واحد خيم على مصر نسيج واحد، كأنك جبت كده توب وماش واحد كلنا لبسناه، وهو الرغبة الشديدة والرغبة القوية في النصر. وده بنسميه يعني حتى جمال حمدان في شخصية مصر ذكره في هذه الموضوعات، وقال ان الشخصية المصرية في هذه الوقت حصل فيها تماسك وتمازج وتكيف ولحمة لم نعهدها من قبل لمواجهة الطغيان الصهيوني. ومش بس كده، كان الحس المباشر والرغبة الملحة في الانتصار كانت مهمة جدا، وده اللي خلى كتير جدا من القرارات في القادة في الجيش المصري بتتخذ بسرعة جدا بناء على رغبة الجماهير. وكان فعلا هم عندهم مسؤولية ومتحملين المسؤولية، وكان عندهم دراسة قوية جدا، ولكن شافوا ان مطلوب منهم دور تاني وهو تحقيق نصر، وان هو التركيز هنا بيبقى بشكل مختلف. وقربنا جدا جدا، وهو كان فعلا من الجبهة الداخلية، ولكن ابتدى يحصل استماع للجبهة الداخلية ودرسنا الموضوع بشكل مختلف، واخترنا من الجبهة الداخلية، وده اللي تأسس مدرسة الصاعقة المصرية، وكان ابطالها برضو من الجبهة الداخلية كلهم من المجتمع المصري وبالخبرات والتجارب المصرية. استعنا كمان بالدارسين في الشهادات العليا والتجنيد الشهادات العليا، وده فرق نوعية الجند المصري. ساعتها كان نوعية الجند المصري من بعد الاحتلال ومن بعد الملكية حصل طفرة كبيرة جدا في تجنيد الجندي المتعلم صاحب الخبرة التعليمية، خريج الصيدلة، خريج الهندسة، وده ساعد كتير جدا جدا في تطوير أيضا التسليح. اختلاف التدريب يمكن والاهتمام بالتكتيك وازاي تدريب الجيش او الجندي ازاي يقدر يحارب في يعني هذا الجو او في اجواء الحرب اللي هي اللي كنا يمكن بقى لنا كتير ما كناش حاربناها بنفس الطريقه دي. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مصر في من كام يوم يعني ان مصر اللي كان عايش في الوقت ده يقدر يعرف ان مصر مش بس انتصرت لكنها قفزت قفزة كبيرة، نتيجة طبعا يعني الناس اللي عايشة تقدر تحس قد ايه الانتصار ده مهم وازاي قدرنا نحققه، ومصر قفزت قفزة كبيرة في هذا الوقت ما بين 67 ل 73. في الحقيقة فرضيات مهمة جدا في دراسات العلم الاجتماعي والأنثروبولوجيا بتقول ان الانتصار كان لازم يكون حليف هذا الجيل لتميزه وتمسكه ورغبته الملحة وإيمانه القوي في الانتصار، وإيمان كل واحد في نفسه، وإيمان كل واحد في شخصيته، وإن كل واحد أدى الدور والوظيفة المطلوبة منه أفضل مما يكون. النتائج الدور اللي كان بيأديه كانت أعلى بكتير جدا من الدور المتوقع، يعني كل الشواهد في العالم بتقول إن مفيش حرب، كل الكليات والمراكز البحثيه المعنيه بدراسات الحرب ودراسات كانت بتقول لك ان مفيش حرب، وحتى ما كانوش بيتكلموا عن السلام ساعتها، كان بيقول لك لا حرب ولكن استسلام، وده كان فعلا مؤذي جدا للقاده بتاعتنا. لكن احنا كنا بنشتغل زي ما انت قلت بشكل متناغم بشكل مختلف جدا في المجتمع. يمكن كمان حتى تقسيمات الداخليه للجيش المصري والتدريب كانت عباره عن تدريب مركب، بمعنى ان هو كل قطاع عارف الدور والوظيفه المطلوبه منه والاستعداد ليها، ورغبه ملحه عند الجند المصري ان هو لما بيرجع اجازه حتى لو كانت عدد ساعات معينه بيرجعها البيت، هو في البيت بيشحنوه وبيدوله نوع من الطاقه والامل والرغبه الملحه انك انت لازم تجيب النصر ولازم تحقق النصر، وان هو مطالب منه ان يحقق النصر.
وممكن كمان ده كان من الروائع المجتمع المصري ان هو ما كانش الجيش فعلا بيصرح ان هو في حرب ليه. حتى لما احنا بنشوفه بنسمع كنا دايما بنطلب من القاده امتى الحرب امتى الحرب امتى الحرب. صحيح، حتى القاده في الجيش اللي هم الضباط الصغيرين او الصف الثاني كان بيسال امتى الحرب امتى الحرب امتى الحرب. لكن كان ليه كان امتى دي جت من فين؟ رغبه وايمان داخلي وان هو عايز يرجع ارضه. وكمان لما بيرجع عند اولاده في البيت او والده او والدته كان دايما بيسندوه وبيطالبوا منه النصر. في احد المذكرات اللي كانت مكتوبه كان بيقول ان انا مش عايز ارجع اجازه، وكان بيرفض اجازته لانه كان بيحصل له نوع من الضغط الشديد، مش خوفا ولا زعلا، ولكن هو كل مره كان بيرجع فيهم كان بيحس شويه بخيبه الامل والرجاء من في نظره والده ووالدته واخواته، انتوا هتعملوا النصر امتى؟ انتوا هتعملوها امتى؟ صحيح. فكل المطالبات المعنويه وهنا بقى جه بعدها على طول تاسيس للشؤون المعنويه في القوات المسلحه لاهميتها. نقدر نقول ان رغم ان العقليه والشخصيه المصريه وبنسميها احنا التكافؤ المعنوي او الجاهزيه المعنويه هي شريك اساسي في تحقيق الانتصار. الدافعيه المعنويه دي كانت مهمه جدا والرغبه المعنويه الملحه. طب الرغبة والإحساس الجبهة الداخلية والتماسك الجبهة الداخلية ده اللي كان موجود في وقت حرب أكتوبر، إزاي نقدر ننقله للجيل الجديد اللي موجود دلوقتي؟ إزاي نقدر نشعره بنفس مشاعر اللي كان حاسس بيها الشعب المصري في ذلك الوقت؟ وإزاي إن هو قدر يقف خلف جيشه وخلف قيادته حتى استطاعت إنها تحقق الانتصار العظيم في حرب أكتوبر؟ عزيزي الشاب، كل الموجودين في الوقت ده قد تكون انت مبدع جدا في التكنولوجيا وبتفهم جدا في التكنولوجيا، لكن لا يعني فهمك في الاقتصاد ولا يعني فهمك في المجتمع. لان التدابير الاقتصاديه والتدابير الاجتماعيه بتحتاج رؤيه مختلفه عن اللي انت واخدها. مش اي حد بتسمعه على السوشيال ميديا هو ممكن يكون ماجور، مش بتكلم عن نظريه المؤامره، لكن حقيقي هو شايف ان الترند بيجي او ان هو بيتسمع او بيتشاف لما بيجي بينكس او بيقلل من قدر المشروعات القوميه، او لما بيجي بيتكلم وبيقلل من حجم الجمهوريه الجديده. فده هو شايف ان هو كده مسموع لقوه خارجيه، جماعات متفرقه، اللجان الالكترونيه بالظبط، اللجان الالكترونيه تبع الجماعات المتطرفه، اللجان الارهابيه الموجوده، وده بنسميه جيل مختلف في الحرب. فهو عايز يثبط ويهزم نفسيه المواطن المصري عشان ما يحسش بالانتماء والمواطنه. ما تديش حد فرصه انه يزعزع هذا الايمان عندك، وخليك قوي وخلي عندك رؤيه وايمان قوي اولا بالله سبحانه وتعالى، واكيد احنا طالما احنا عايشين على هذه الارض فعايزين نحافظ عليها باستقرار وسلام. بلاش الافكار الخداعه اللي بتاخدها من الاخرين، وافتكر ان جدادنا ضحوا بنفسهم في هذه الحرب، وابائنا ضحوا بنفسهم في هذه الحرب للوصول مش بس للسلام، للوصول لتنميه وارتقاء مصر واقتصاد مصر. فمحتاج منك تاخد نظره عامه شموليه لاقتصاد مصر وتشوف المشاريع القوميه برؤيه مش ناقم ولا حاقد ولا انا هيعود عليا بايه، برؤيه ان اولادي وبكره ليهم مكان عمل في هذا المكان، هيفرق كتير جدا جدا معاك. انت كمان زي ما البلد بتطور من نفسها انت محتاج تطور من نفسك وادواتك، واهمهم تعرف يعني اقتصاد مجتمع، يعني اقتصاد مصغر، وايه دورك انت في تحقيق ده، ازاي تشتغل في هذا القطاع وانت مش مؤمن بيه ولا مؤمن بتحقيق تنميه حقيقيه لهذه الدوله. ساعتها هتحس نفسك ترسم معطل في هذا الكيان وانت اللي هتلوم نفسك. هل نقدر نعمل منصه او موقع معين يحكي عن حرب اكتوبر وعن انتصارات حرب اكتوبر وازاي كان الشعب المصري والقياده المصريه تعاملت مع هذه الحرب؟ ده حقيقي وموجود كمان. بانوراما اكتوبر من اروع الاماكن اللي موجوده، جهاز الشؤون المعنويه عامل شغل رائع جدا في هذا الموضوع وبيوعي الناس بمختلف اعمارهم. مركز ناصر عامل ومعهد ناصر عامل حاجات رائعه جدا جدا في الوعي الامني والامن الاستراتيجي، كل الحاجات دي موجوده وبناس كتير جدا بتاخدها وبناس كتير جدا بتثقف نفسها، وفي شباب كتير جدا بيحب يفهم الموضوعات دي وبيخلي فعلا عنده وعي وانتماء قوي جدا، عايز يفهم تاريخ بلده وعايز يفهم رؤيه مصر القويه وعايز يفهم قد ايه احنا كتير من ابائنا والجيل اللي قبلنا ضحى علشان يطور من نفسه. صحيح. وينتمي لهذه الدوله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد الراضي مدرس العلوم الاجتماعيه والانسانيه على هذه المعلومات حول اهميه الجبهه الداخليه و